يقول: إذا صلى إنسان صلاة نافلة وأثناء صلاته انتقض وضوءه، هل يقضي تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالأفضل بهذا أن يتوضأ وأن يصلي هذه النافلة التي شرع فيها، لأن هذا فيه خير له وأجر له، فهو يتوضأ ويستأنف هذه الصلاة وإن كانت نافلة، لأنه بحاجة إلى الأجر والثواب. نعم.